ضيوفي اللي حاضرين معايا الليلة الكل تبقوا مقولة ما يندب لك كان ظفرك. سامحني خويا سامي. هكا ولا لا؟ الكل كل واحد فيكم سلك أموره وحده ومن غير ما قعد تحت رحمة حتى حد، وهذايا ومازال مازالوا الحكايات ما وفاوش. دكتوراه في الإعلامية معك. قبل هذا حاب نعطيك شوي ملاحظات تفاعلنا مع اللي تذكر بكري شوي، انه الشخص ذوي الاعاقه مرتب الاولويات نتاعو، عنده الهدف الاول نتاعو هو نجاح في الدراسه، يعني الاشياء الاخرى ما تعنيش برشا، لانه النجاح الدراسي هو عامل من عوامل الاندماج في المجتمع، لانه اليوم الناس هذه اعتبرنا انه الاعاقه هي فرصه، واللي هي خلتنا انه ننجحوا في دراستنا، تكون عندنا عزيمه اكثر وثقه بنفس اكثر طبعا من غير غرور، ولكن الاندفاع هذا وترتيب تفضل وعن نحكي تحت مراقبه مختصين. الاندماج والنجاح المهني والدراسي مهم للغايه باش واحد ينجح في حياته، اما حتى زاد باش واحد ينجح حياته العاطفيه لا يقل اهميه. كلامي صحيح ولا غلط؟ لا هو يعني هي لا اصعب اصعب لا نجاح لا يقل اهميه. لا سامي هو اصعب نجاح ولا اصعب هكا اصعب نجاح اصعب هو اصعب نجاح، ولكن ندقق اكثر في الملاحظه بلاي خندقك انا يا مالك شويه. فما حاجه أنا مش نعطيك خليني أعطيني أعطيني خليني أعطيك الملاحظة يا مالك يهديك أعطيني معناتها فما حاجة ولا خليني أعطيك الملاحظة الثانية يا مالك أعطيني ساعة ملاحظة هذه تو بعديك نجيو للثانية والثالثة. فما حاجة حاليا معناتها أكيد في عمر ال 23 24 أنت عمري 25 منطقي الإنسان يولي يفكر في المستقبل نتاعو، وأكيد المستقبل العاطفي وأهم مستقبل كما تحكي. لا مش تفكر مش تفكر مش تفكير. هل هناك مس مس هل هناك بداية مس؟ فما واحد يصطاد يقول لك فما مس معناتها ربي يستر. أكيد فما مس إن شاء الله أكيد فما مس إن شاء الله وربي يوصل بالسالم. أمين أمين. موضوع الحصة متاع الليلة، هل ترى هي هل نحكيه على إعاقة ولا نحكيه على حافز للنجاح؟ مالك طلعوا علماء سي سامي، طلعوا علماء جماعة ولا لا؟ اسمحني خويا سامي. تفضل مدام. أنا تولدت أن أنفون اللي كي نيتي با إيديال، دونك أبخي أفواغ في لو دوي يلزمني نحاول نعيش أنا ونعيش بابا وأمي فكرة لونفون إيديال، دونك يلزمني ننجح في قرايتي، يلزمني ننجح في حياتي، يلزمني ننجح في أناقتي، في رشاقتي، في حياتي العاطفية، في كل سينو إذا كان أنا أخليت بواحد منهم وقتها بالحق باش نحس أني أنا كان بنتي أنا كان بنتي تطلع كيفك أنت تطلع بنية إيديال، معناتها دونك أنت راك بنية إيديال ونص من غير مالك. عملنا عليك تقرير، نشوفوا تقرير
يا أجل والله والله مش على حاجة والله حمم لي قلبي مسخفني على الاخر صاحبك أيمن هذاك معناتها تربح فيه في البلاي ستيشن مسخيك عيد والله 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 عيد مسكين برافو وميرسي على البورتري ويلزم العباد تعرف اللي راك رسام محترف كو تو اكسبوز واللي تبارك الله قاعد تبيع وقاعد نقولوا لغتنا احنا تستقات من الفن نتاعك ونموذج واحد اخر من نماذج النجاح اللي عندنا الليله. سيد احمد مرحبا يا اخويا. عندك اعاقه عضويه فاش تتمثل خاطر تبارك الله معناتها تاكيه تظهر معناتها ما لاباس معناتها لاباس ديما لاباس. ايه عندي امبوتاسيون مي دو جامب تيبيال. ساقيك تقصوا اثر حادث افكتيفمون حادث مرور. اي كيفاش؟ اون 2002 اكسيدون تران. اكسيدون تاع تران وين في في وقت نقرا في ليسي تكنيك في رادس. في ليسي تكنيك نتاع رادس. كيفاش صار الاكسيدون؟ والله وقتها ساعه سامحني انت قداش عمرك؟ 17 عام. 17 سنه. انا نحب نعرف توا هما لهنا فما فرق كبير بين ضيوفي اللي كنت نحكي معاهم قبيله وانت خاطر مش كيما واحد يتولد مع الاعاقه ويكبر معها تنجم تقول نسبيا ما نعرفش كان كلامي صحيح ولا لا اسهل شويه معناتها كيما انت حياتك معناتها 17 سنه كمان راجل معناتها حياتك تقلبت بين ليله وضحاها نفسيا كيفاش تقبلت الحكايه؟ والله الحمد لله ماني قوي بربي اول حاجه هذيك متفقين اما الايامات الاولى لا انا خاطر لو غون سوسي اللي معناتها لامبوتاسيون صارت لي بار مينوت معناتها نشوف الساقيه مقصوصه فهمت معناتها شلقت بروحي اللي انا في بالي باش نلبس الصباط نتاعي بعد معناتها جيش نقوم نلقى معناتها الساقي مطيشه غادي والساقي الاخرى مطيشه غادي فهمت معناتها ساقيك تقصوا على البلاصه مش اثر عمليه معناتها لا 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 لا, بعد. لا لا بالوقت قصوا كيفاش كانت ردة الفعل نتاعك؟ والله فايق معناتها فايق؟ اي معناتها حتى كشي دخلوني البلوك اوبيراتوار باش هما بنجوني معناتها قعدت بوندون اون اور اي دمي وانا فايق. هاك اللحظات هذوك معناتها الله لا توريهم المؤمن معناتها وانت ترى معناتها حسب ما فهمت انا في رادس تعدى ترينو وانت ترى في ساق في شيره وساق في شيره وواعي تحس بوجاعه ساعه ولا؟ انا الساعه من الاول كيفاش معناتها نجري ورا الترام باش ناخذ اون مارش خاطر مشيت باش نقرا ووقت الترام عامل روتار خذيت بيه دور روتار وباش ندخل عندي دوفوار باش نعديه فهمت ديجا بابا قبل بجمعه ما يخولي كراسه قال لي رد بالك ضيعها خاطر ضيعت كراستك عرفت وقتها ما ياخذ كراسه جديده معناتها اصحابي خلطوا على الترام وانا مازلت معناتها مازلت في الليسي وهابط باش نمشي ناخذ الترام معناتها ديجا وخرج من الكي وانا خذيت معناتها ثالث فاقونه فهمت قعدت نخمم وقت الترام اللي قبل ما كانوش بيبان يتسكروا كيما تو اوتوماتيك بيان سيكوريزي خذيت اون مارش وقعدت نخمم في الكراسه خاطر كان باش نطيح الكراسه بابا باش يقعد يعارك فهمت معناتها هذيك السبب كيفاش كان طلعت وقتها وفما فما وقتها قبل بليله صبت الشتاء معناتها الدروج مبلولين خذيت اون مارش تران تران يجري برشا زلقت افكتيفمون زلقت وبعدت معناتها تحت تحت تري اي بالاسبيراسيون جبدني اللوطة فهمت فما الموتور بلوك نتاع الاولاني نتاع تران ناعوره بعدت راسي الثاني بالاسبيراسيون عديوا علي ثلاثه فاقونات ثلاثه فاقونات بعد قعدت نحارب في الثالثه الاخرانيه خطفتني هاي فاقونه الاخر باهي اما والله اجا نقول لك واحد ديما معناتها يحمد ربي على خاطر واحد تعداو عليه ثلاثه فاقونات كمان ومازال شو ما شاء الله معناتها تظهر لاباس واحد ديما يقول الحمد لله اما ما جاوبنيش على سؤالي الترينو نصور شد فرع وقف هكا ولا لا؟ تضربت في ليستي تكنيك وقف في رادس لاري اللي من بعد وهو يكركر فيك ولا انت قاعد مطيش غادي؟ لا صحيح هما ثلاثه فاقونات تعداو عليا معناتها ما في بالوش هو معناتها ما فتونش بيك جمله باهي جاوبني على سؤالي انت وقت اللي قاعد مطيش غاديك ساعه العباد فتنوا بيك ولا؟ لقيت ثلاثه من الناس دايرين بيا ومن بعد توتاكو معناتها رقدت شويه وقمت نلقى قريب 1000 واحد. انت قعدت واعي وفهمت شنو اللي صار وفهمت خطوره الموقف
وفهمت حسب رأي أنا وأنو ساقيك مشاو، شنو اللي دار في مخك وقت؟ ولا شنو في بالي باش يرجعوهم، خاطر ديجا عملت أوبيراسيون وما نجحتش. أنت وقتها متفائل وأنك باش تداوى وباش يرجعوا لك ساقيك؟ لا مش متفائل، أنا صاي معناتها كي غزلت ساقي تقص ومعناتها صاي نستنى نحب باش نرتاح، خاطر الدم وفالي دم الأبيض مش دم الأحمر، خاطر ما عادش وليت نتنفس. فهمت؟ قعدت ساعة ولا ساعة غربا وأنا حسيت وجاعة، وجاعة كبيرة وجاعة صغيرة، ما فماش وجاعة؟ لا ما فماش وجاعة جملة. بعد في اللي دودان كل حماية تجري بيا معناتها نحس بعد ساعة ونص بديت نحس بشوية وجاعة، خدت طول ليزانفورماسيون مد فيهم وين نسكن ونمرو دارنا وكل شيء معناتها في وسط. قعدت واعي تماما. معناتها الشيروجيان قعد بيت قال كيفاش هذا مازال حي. ساقيك تقصوا ومن بعديك يهولي تعرفت على واحد ألماني هكا ولا؟ كيفاش تعرفت عليه؟ البريود هذيك وقتها أمي مستحقة وقتها في الدار باش نشري لها. يا أخي الغاز فوالا عندي بيدوم 10 لترات هزيت وقعدت باش نمشي للكيوسك نشري لها الغاز. كيراني معناتها كيفاش ألماني في الشتاء هاي. أي. وقف لي قعد معناتها خاطر ما نفهمش ألمون أنا، ما حكيت معاها أونجلي وبعد خلي قال يعطيني النمرو، خليت له النمرو نتاعي، كلمني المترجم نتاعو. افكتيفمون معناتها هو السيد عنده كونسير باش يموت بوندون 15 جور يعرف روحه. كان جاي المترجم قابلنا وكل شيء وعمل لك عمل لي البروتيز نتاعي في المانيا في اليزابيث كرانكن هاوس. قداش تكلفوا؟ 18000 يورو. 18000 يورو كمان معناتها مبلغ مهم للغايه اللي حسب ما فهمت انا مكنك باش حسن برشا جوده الحياه نتاعك ولا انا غلط؟ الحمد لله. معناتها من 2003 من 2003 بون هذوما تصور معناتها تطور ياتهم من 2003 خبيتهم ما غزرت لهم الجمل. من 2003 كنت رافض بتشوف تصور هذوما؟ لا ما جبتهم، تبدلت حياتي كومبليتمون من اللي راحت من المانيا جاوني بالبروتيز. هوني في قصاب قعدت نجري معناتها دوسي وقعد استنى ودرا شنو شراك البروتيز نتاعي. خاطر علاش عام كامل ما نتحركش معناتها نسيت المشي نتاعي. دونك كي جاتني لوكازيون هذايا ما خلونيش من الاول الدار خاطر وقتها لاج دو 18 اون. هاي الوالده نتاع مرحبا مدام. عايشكم بيك. انت راك من الاول استغربت معناتها قلت شنو هي الحكايه نتاع الراجل هذا؟ نهار هو ماشي كيما حكى لك وكل قال لي امي راهو عرضني المانيا يحب يطلعني لالمانيا. قلت له انا ما صدقتوش. من بعد جاني هو والمترجم نتاعو للدار وقعد يترجم لنا ويحكي لنا قال انا نحب نطلعوا لالمانيا. هو واخته على فراش الموت مرضى معناتها بالمرض. نحب قبل ما نموتوا نحبوا نعملوا الخير. فهمت؟ طلع له باسبور وعمل له الفيزا وكانت العمليه معناتها جا وهزوا المطار مستير وطلعوا استقبلته واخته غادي ودخل كلينيك المانيا وعملوا له البروتيز. من بعد هبط كلي معناتها هو ترانك ضربه ما قصلوش خويا سامي سقيه قد هروش هملو معناتها قعد في البلوك 4 سوايع يعمل في العمليه ورجعوا له سقيه. وطب هكاك يغسلوا في ديهم تلفتوا يقعوا دم فايض صار ايموراجين انتر. قالوا نقصوهم له فوق الركبه. ناذ الطبيب قال لي عليه مازال صغير نقصوهم له تحت من الركبه وتو نقفوا له معناتها نجبروهم له ونقفوا معاه والكل. نهار جات لمت به الطب باش يبدلوا له الفاسمه قام يصيح ويعيط لين وذنيه وخشمه طرشقوا بالدم. تلقاو البروفيسورات عليه قالوا هذايا كل فرانسمون ندخلوه للبلوك ونبنجوه. قعدت عام هكاك وين يبدلوا له الفاسمه نمشي انا وبوه على موتور بيجو نمشي وعاطينا الورقه باش ندخلوا له ديريكت في بيت معقمه وحده ندخلوا له يسكر السبيطار ونقعد حتى لين يفيق من البنج نقوم حتى يقوم مسكين يعيط ويبكي ويسيح. محسوب قعد عام كامل في السبيطار وعام نداوي فيه وكي خرج حسيته مش انسان عادي. أما أنا تعاملت معاها كإنسان عادي. دموع شنو هما دموع تو؟ دموع الفرح. دموع أنا نعرفها. دموع فرح هكا ولا؟ دموع نعرفها. دموع الفرح. دكتور رقيق. دموع النجاح. كلمة الختام. كلمة الختام جست كما قالت
المعلمة ظهر لي، المعلمة قالت إنه الإعاقة هي الخوف، هي التردد، هي الوحدة، هذيك هي الإعاقة الحقيقية. والمشكل الحقيقي إذا كان معناها أشخاص عندهم بعض الأمراض كما قال الأستاذ قبيلة، المهم هو لا فونكسيون، إنه il fonctionne il peut fonctionner donc il doit aller vers l'avant. سي سلاح الدين، والله اولا نقول دموع الانتصار، انا في نظري انا هي دموع الانتصار الساعه، لانه وقت اللي ينتصر زاد الانسان يبكي وهابت دموع. واحد اثنين، بالنسبه لي انا في نظري معناها اليوم يعني كل المنظرين يزم يراجعوا شويه، لان هي مدارس اليوم وقع اسقاط كل مقاربات الحتميات، كل اشكال الحتميات سقطت، يعني الحتميات نعرف الحتميات الاقتصاديه سقطت، اليوم الحتميات الجسديه اسقطت. اللي ناقص حاجه في الجسد ما هوش معطل نهائيا، وهذوما خير دليل على هذا النجاح. واضح. سي عماد، انا باسم الجمعيات وباسم منظورينا واولياء المنظورين في الجمعيات نحب نحيي الابطال هذوما والابطال الاخرين اللي ما جاوش، انا حتى ابطال عالميين الى غير ذلك، ونحيي وراهم عظماء، وراء الابطال فما عظماء اللي هما الاولياء العائلات، اذا وصلوا معناها عمل ما نجموش نوصفوه اللي قاموا به الاولياء. هو فما واحد في ايطاليا معناتها في حاله، سامحوني في الكلمه، اعاقه تامه، ما نجم يحرك كان لي بوبير، كان عينيه، فهمتني ولا لا؟ وبعينيه كتب كتاب، معناتها كتب كتاب بعينيه، معناتها بدنه كل ما يتحب. معناتها الاعاقه راهي الاعاقه في المخ، معناتها ماهيش في البدن. كي واحد يحب يعمل حاجه ينجم، قلت لك سيد بعينيه يكتب كتاب، ينجم يتجاوز كل العراقيل، كل الحواجز، وكلمه الختام ما تنجم تكون كان عند تمنى اللي تمنى مقبله وهي تحب سامي 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 تمنى 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 شنو تحب تقول؟ شوف سامي، هو كما قلت في كل البرنامج ما ينجم يكون شخص ذا إعاقة ناجح في حياته لما المليو يكون مساعده. فأنا الختام متاعي نحب نرحم على والدي اللي يوقف بجنبي وكان يقول لي ديما نحبك تكون امرأة عندها إعاقة مش معاقة. تحبك تشوف الترا بتاعك طوي قدام الناس. ترا هات يا خو بخاطر فين؟ بسم الله. فريمون ميرسي بوكو. عايش يا ميرسي بوكو. ربي يفهمك. اوكي دونكي عايش. نختم بيك شعر صغيره. قلت لك نختم بيك شعر صغيره، نحب نقول ان بتي ميساج. كيل فاس جور كيل فاس نوي مون كور با مون ام بلان مون esprit vit.